ورجعنا لحضراتكم مره تانية على الهواء مباشره. ومفيش بيت في مصر ما فيهوش حد ما عندوش امتحانات. كل البيوت بتستعد دلوقتي لامتحانات وموسم امتحانات، وكل الطلبه كل واحد فيهم بيحاول يذاكر وبيحاول يقدم احسن ما عنده وبيحاول يتفوق. فازاي نقدر نوصل بطرق صحيه وصحيحه ان احنا نذاكر وبطريقه كويسه جدا عشان نحاول كمان في نفس الوقت نحصل على زي ما بيقولوا الدرجات اللي احنا عايزينها والمستوى اللي احنا كمان عايزين نوصل له. معانا دكتور سمير عبد الفتاح استاذ علم النفس عشان نتعرف منه على الطرق الصحيحه للمذاكره. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. خلينا يا فندم في البدايه نعرف من حضرتك ازاي ممكن نوفر بيئه فعلا نفسيه صحيحه ان الواحد يقدر يذاكر فيها. يعني اولا يعني احنا لازم نبص للفصل الدراسي الاولاني اللي احنا عشناه ده، او يعني بقى لنا فتره الاحداث الجاريه في مصر بتلعب دور مؤثر اكيد على يعني على الكبار وعلى الصغار، على الطلاب، على كل الفئات، على العمال، على الموظفين، علينا احنا. بتاثر بشده جدا طبعا. وبالتالي بتاثر على عمليه التحصيل الدراسي. احنا حصلنا كم من 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 العمليه التعليميه اللي احنا قعدنا فيه، اللي كل اب وكل ام مهتمين ان ابنهم يكون عنده يعني عاوز يطلع الاول ياخد الدرجات النهائيه طبعا. الاولاد برضو عاوزه يعني يعني تنجح وعاوزه تجيب درجات وعاوزه تعمل كذا، فهي قابلتها ظروف. الظروف دي احنا عاوزين خلاص هم حصلوا على مجموعه من المعلومات او التحصيل الدراسي في المراحل التعليميه المختلفه سواء ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه، خدت بالك، حصلوا على معلومات. احنا عاوزين المعلومات دي عشان نتذكرها، لان التذكر ده بيلعب دور خطير جدا ايام الامتحان، وهو ده المعيار، هو المعيار الحقيقي ان احنا نقيس قدره الطالب على المذاكره بتاعته في خلال الفصل الدراسي او في خلال السنه الدراسيه اللي عملها. فاحنا عاوزين نخلي الطالب في ايام الامتحان يخرج هذا الكم هذه المعلومات اللي حصلها خلال السنه في ورقه الامتحان اللي موجوده قدامه على الاسئله اللي هي جايه له. يعني حضرتك متفق ان لازم يكون في توفير بيئه صحيه من البيت في الاول؟ شوف، في ثلاث شروط اساسيه. والمدارس اكيد ثلاث شروط يعني طبعا. لابد ان يكون بيئه محيطه مهمه جدا طبعا. لابد ان يكون بيئه اجتماعيه، والبيئه الاجتماعيه اللي بنقول عليها في العلم المسانده الاجتماعيه أوكي. ولابد ان يكون في بيئه يعني 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 بيئه من الدولة نفسها كدولة، خدت بال حضرتك؟ فالبيئة دي احنا بنقول البيئة مهمة جدا. يعني اقول ايه يعني المساندة الاجتماعية الاول. اقول الاب والام عليهم دور، يعني زي ما الطالب عليه دور ان هو حصل مجموعة من المعلومات وعاوز يخرج هذه المعلومات في ورقة الامتحان عشان نقدر نتعرف على القدرات الحقيقية للطالب. يبقى الام عليها دور والاب عليه دور طبعا. ما يجيش انا الاب، انا عندي ولدين، ولد في عنده امتحانات ولد ما عندوش امتحانات، اقوم افتح التلفزيون. دي بيئة طبيعية، البيئة الموجودة، خدت بالك؟ ما يكونش مثلا في اي حاجه، انا عندي اليوم 24 ساعه. بصي التخطيط مهم جدا طبعا. اتخاذ القرار في الامتحان ده مهم جدا. عاوز ايه؟ عاوز تنظيم وعاوز تخطيط وعاوز متابعه وعاوز اتخاذ قرار. احنا عاوزين نعمل الحاجات دي بالنسبه لابننا اللي موجود في المدرسه. يبقى التلفزيون احنا عندنا اليوم 24 ساعه طبعا، 8 ساعات نوم، مش هقول 6 ساعات ولا 5 ساعات ولا 4 ساعات عشان في ناس ما تخلي اولادهم تسهر طول الليل والكلام ده، لا. لازم التخطيط اللي حضرتك بتتكلم عنه بقى. لازم 8 ساعات طبعا. لازم 8 ساعات. وبعدين انا دلوقتي خلاص بلاش نروح يعني خلاص فاضل اخر اسبوع، الاسبوع ده تقريبا وبعد كده كلنا هنبقى قاعدين في البيت. هيبقى عندي 16 ساعه لسه. 16 ساعه دي عاوز فيهم اذاكر كام ساعه وقال اتفرج على التلفزيون قد ايه، واخرج مع اصحابي قد ايه، واتكلم مع ابويا وامي واخواتي قد ايه. عاوز اخططها طبعا. في احيانا في عيال احنا عندنا في نظريات علميه بتقول ايه، نظريه التعلم كلها بتقول التكرار يعلم الشطار. يعلم الشطار، ده احنا المثل البلدي بتاعنا بيقول كده. والنظريات العلميه بتقول يعني كثره المحاولات تؤدي الى الحل الصحيح. يعني يعني التكرار برضو طبعا. خدت بالك؟ فانا عندي ايه، انا عندي ان انا ام بتنصح وتتحاور مع الاب مع الابن، والاب برضو ممكن ان يتحاور، والطالب يتحاور مع زميله. وخدت بال حضرتك؟ انا عندي مجموعه موضوعات خلاص ذاكرتها وعرفت الموضوعات دي، انا عليها بايام قريبه جدا وفضل اقوم اشوف كل موضوع في ايه العناصر الاساسيه اللي فيه واركز على العناصر الاساسيه، لان انا بقيت عارف التفاصيل لكل عنصر من هذه العناصر. يبقى انا اكرر التفاصيل العناصر، اما اكرر العناصر انا هحفظ العناصر. اول ما يجيني السؤال، خلي بال حضرتك العقل البشري يوم الامتحان اول ما تحط الورقه قدامك
انت بتبقى مخ كده، العيال كلها بتقول كده، انا مخي سايح انا مش فاهم. ايوه بالظبط. المعلومات كلها داخله على بعضها، داخله على بعضها. لك وبعدين العيال اللي متفوقه جدا يجي لها اسئله، يجي لها خلي بال حضرتك بيحدث لهم ده خوف من الامتحان، لان عاوز يجاوب جميع الاسئله الموجوده في الورقه اللي موجوده قدامه. طب ازاي نقدر بقى نتغلب على الموضوع؟ هو اول ما بيشوف الورقه خلي بال حضرتك ينقطع هذا العمل، ينقطع اوتوماتيك. ليه؟ لان بيبدا يتذكر، يقوم يبص للورقه. انا عاوز كل طالب الاول. طب انا عايز اعرف بس في البدايه ازاي اقدر اقوي الذاكره واقدر اقاوم النسيان، زي ما انا بيجي لي زي ما حضرتك بتقول جات لي الورقه وانا جات لي بقى حاله من النسيان دلوقتي مش فاكره اي حاجه، في نفس الوقت عايز اقاوم الموضوع ده. هنأجل النسيان شويه، الذاكره لابد لازم يكون النوم، للنوم كافي بالنسبه. خلي بالك في طالب عاوز ينام 6 ساعات بس، وفي طالب عاوز ينام 7 ساعات بس، وفي طالب عاوز ينام 8 ساعات. يعني في فروق فرديه بين الطلبه وبعضها في عمليه. يبقى لازم ننام كويس، لازم التغذيه في ايام الامتحانات لابد ان تكون كويسه جدا. لازم نشوف الطبيب، الدكاتره انتوا البرامج بتاعتكم بتجيبوا اطباء وبتتكلم على يعني على على زي اللي في ما ناخدش ادويه ونقول اصل الدواء ده بيسهرني، الدواء ده بينيمني. ممنوع الدواء ابدا الا اذا كان عن طريق طبيب، لان يؤثر بشده وفي لحظه معينه يخليني انا انام وبعدين اصحى بعد ما الامتحان خلص. هو متهيألي اتباع اسلوب صحي احسن حاجه، احسن من الادويه والاعتماد على الادويه في سن صغير. يبقى لازم اسلوب صحي، لازم التغذيه تكون كويسه، لازم يكون في 3 وجبات خدت بال حضرتك، لازم يكون في سوائل متعدده بالنسبه للولد والام، والولد يحس ان الام والاب مهتمين به. يعني انا لو في ام طبعاً بتهتم بابنها دايما وتقول له حبيبي ومش عارف ايه وتطبطب عليه، تيجي يوم الامتحانات لازم هذا الدعم يزيد في اثناء فتره الامتحانات. ما يجيش بقى في ساعه الامتحانات تقول له تروح قافل عليه الباب وتقول له بقى ذاكر حبيبي. هنا الولد لا، وفي كلام كمان بيسم البدن بصراحه، اللي ذاكر ذاكر وخلاص مش عاوزين الكلام. مش عاوزين ابدا. الطلبه عارفه مصلحتها، خلي بالك كل طالب كل عيل عارف المصلحه بتاعته فين. انا عاوز الامه ما تتكلمش على الابن، تقول له ذاكر ذاكر، شوف ابن فلان، شوف بالزبط. ابن فلانه، انا مالي ومالي فلان وابن فلان، له قدره ولابني قدره. خدت بال حضرتك في قدره اذاكر انا ساعتين واجيب درجات عاليه جدا، وفي واحد يذاكر 6 ساعات وما يجيبش الدرجه العاليه. فهي ما تتكلمش على الموضوع ده، لان ابنها هو اللي فاهم وابنها هو عارف بيذاكر ايه. هي ممكن اما يحس اهتمام الام بشكل غير مباشر. مش عاوز الام تبين ولا الاب يبين ان في اهتمام مباشر، علشان في عندنا قاعده نفسيه بتقول ايه، الممنوع مرغوب والمرغوب ممنوع. طبعا. اما يحس الولد بقى اللي يلا هو انتوا اللي هتذاكروا ولا انتوا اللي هتنجحوا بقى، مش هنجح انا، ما ذاكرش ما جاوبش. خدت بالك بشكل غير مباشر تحسس الولد ان هم مهتمين بان هي ان هم ده الطبيعي بتاعهم، ان هم ان 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 انه واجب، ده الواجب اللي يعملوه اثناء فتره الامتحان. فان اتنقلت الفكره دي الطالب هيجاوب كويس قوي، هيجاوب. طب انا عايز اعرف احسن طريقه ان الواحد يذاكر بيها، ان الواحد يذاكر بطريقه شفهيه، يحفظ شفهي يعني ولا يحفظ كتابي؟ لا انا هقول لك، بتعتمد على كل واحد. انا هقول لحضرتك عندنا في حاجتين، عندنا الحفظ وعندنا الفهم، دي قدرتين مختلفتين. عند البص انا الدرسانه بتاعتي في القدرات العقليه، القدرات العقليه كتيره جدا. قدره الحفظ دي قدره لوحدها، وقدره الفهم قدره لوحدها. أحفظ الاول ولا افهم الاول؟ خلي بال حضرتك انا لو حفظت الاول وفهمت بعدين هاجي ساعه الامتحان بقى الكف، بقى في عندنا ميكانيزم اسمه ميكانيزم الكف يمنع يكرر الكلمه ومش فاكر، مكرر الكلمه ومش فاهم لغايه ما يخرج الامتحان يفتكر الكلمه، يفتكر الكلام، لان نعتمد على الحفظ اولا ثم الفهم ثانيه. لا انا عاوز نعتمد على الفهم اولا وبعدين نبدا نحفظ. دي واحده لازم نحفظ جدا. وبعدين ابدا بالموضوعات الرئيسيه. يعني انا عندي 4 فصول في الكتاب او 5 فصول في الكتاب، الفصل الاولاني بيقول ايه، ابقى ايه عناصر 1 2 3، الفصل الثاني كذا. انا اعرف احفظ العناصر دي كويس قوي، لان انا لو نسيت عنصر في الامتحان اعديه واكتب العنصر اللي بعده، عشان بعد ما اخلص هيروح راجع لي العنصر اللي انا نسيته اعيده في الاخر. مفيش مشكله، الترتيب ملوش يعني مفيش مصحح في فعلا زي ما حضرتك بتقول. بس في ناس بتعطل في الاول خالص، يعني في ناس بتعطل اول سؤال مثلا مش فاكر فيعطل خلاص يقف الموضوع يقف. لا انا عاوز يكمل بقى، انا عاوز يقرا كام سؤال، ادي قدامه 4 5 اسئله، الاربع خمس اسئله اقراهم الاول وبعدين ما يخافش. العيال بتروح ماسكه القلم على طول وحل على طول، انا مش عاوز يحل على طول، عاوز يقرا ويشوف السؤال الاولين اللي هيجاوبه اللون اللي هيجاوبه احسن، التالت اقول اجابه السؤال التالت. يعني يقرا، يعني يمسك الورقه الاول ويشوف
يقراها كلها مره واحده، لازم يقراها كلها ويتمعن ويقعد 5 دقائق 10 دقائق مفيش مشكله. الامتحان بنقعد ساعتين، والساعتين دول كتار جدا، ما هو بيتهيأ له انه مش هيقضوا الاجابه. يقرا الاسئله، اسهل سؤال يبداوا بالاول يقول اجابه السؤال، لو الثالث اللي هو قال اسهل اجابه السؤال الثالث، وبعدين السؤال الاخير هو اللي بعده، يبقى اجابه السؤال مثلا رقم 5، وبعدين يرجع باجابه السؤال رقم 2 ثم واع، وهكذا. المصحح ما بيبصش على الترتيب الرئيسي، المصحح بيبص على الاجابه اللي الطالب عملها في ورقه الامتحان، بيدي دي درجه ودي درجه ودي درجه، بيجمع الدرجات بيحط الدرجات الاجماليه ورا. فالطالب عاوزه الاول يعرف، يعرف يقرا الاسئله ويفهمها، وبعدين قبل ده في البيت، البيت عاوزه الاول يجيب الموضوع اللي افرض ان في موضوع صعب قوي عليه. التكرار بيعلم الشطاره، انت قلتيها طبعا. التكرار بيعلم الشطاره. كرر بصي، والثالثه احنا بنقول في الثالثه ثابته. الثالثه اخدت بالك؟ كرر ما انا الثالثه هتبقى ثابته وتحفظ، انا عاوزك تكرر الرابعه والخامسه. النظريات العلم كلها في قانون اساسي بيقول ان التكرار، خدت بالك، يؤدي الى التعلم. على طول او افضل اسمع كام ساعه يومين مثلا؟ لا اقول لحضرتك مش كام ساعه. انا لازم، انا قلت انا 8 ساعات نوم و16 ساعه هم ال 16 ساعه انا عاوز منه باربع خمس ساعات مذاكره او ست. ما الام بقى ما تقعدش، اقعد انت عارف ايه، احنا ما عاوزين نخلص، عاوزين ما تهددش الواد وبتعمل له توتر وما تنقلش قلقها ليه كمان. يعني ما هي بتبقى قلقانه جدا فبتنقل القلق لابنها، والقلق اما بيجي لابنها بيأثر عليه في الامتحان، فدي مشكله كبيره جدا. طبعا خدت بال حضرتك. فانا عاوز يذاكر. بصي يعني اقصى حاجه، خلي بالك المعلومات الجديده، العيال في الجامعات والمدارس والابتدائي والاعداد، المعلومات الجديده هي اللي بتظهر على السطح، عكس كبار السن المعلومات اللي بقت زمان هي اللي تيجي الاول بينسى. لكن الابن الاول يبدا المعلومه الجديده، ابا انا كتبت المعلومات الجديده اهو في الاول، اروح بتروح بعده وتفرز المعلومات اللي بعدها، تطلعها بقت معلومات جديده، تحل المعلومات الثانيه وهكذا. فاحنا عاوزين نبدا الاول باللي احنا بنعرفه، الام ما تقلقش القلق بتاعها، لابد ان تكون التغذيه سليمه، لابد ان يكون البيئه الاجتماعيه، ما يبقاش في تلفزيون مفتوح في اوضه ثانيه والولد بيذاكر، لا ايه المشكله؟ يعني ان انا اما يكون في برنامج معين، افرض زي البرنامج بتاعنا ده مثلا، خدت بال حضرتك، بيتذاع واحنا بنحبه كلنا نشوفه البيت، كل ما فيش مشكله ابدا الواد، يبقى انا اخطط. ايوه دي بتطبق نظريه الممنوع مرغوب. ايوه بالظبط كده. انا اخطط قبلها بساعتين يبدا المذاكره، عشان ساعه البرنامج يلا بقى تعالى اقعد ده كل حاجه، عشان ما يحسش ان في فرق يعني. لا ده انت عارف ده بيجدد المعلومات من بالزبط. جديد خالص، وبعدين بيضيف معلومات جديده لم تكن موجوده من قبل. دي نقطه مهمه للغايه في قلب المذاكره، من غير دي ما يعرفش يجيب معلومات. يبقى انا خدت ساعتين، ايه المشكله ان انا ساعه كمان ولا ساعه ونص اعملها وبعدين ارجع بعد ساعتين تاني؟ يبقى انا خدت ساعتين وبعدين سبت ساعتين وبعدين ذاكرت تاني ساعتين، وابدا بالمواد، خلي بال حضرتك، ابدا المواد السهله الاول واخلص منها واركن، عشان قبل الامتحان مباشره المواد الصعبه دي هي اللي تبقى قدامي. وكل يوم اول يوم اخش فيه في الامتحان بقى، اول ما خرجت الاقي حليت كويس قوي في اول يوم، اروح خارج جري وجايب المواد بتاعه تاني يوم. تاني يوم لو انا قريت، خلي بالك زي ما قلت لحضرتك العناصر الاساسيه، وعملنا التكرار، وخلي بالك الكتاب كله 5 6 فصول اللي حطيت فيه العناصر قدام، ادي واحد باخد 5 دقايق يعني 30 40 50 ساعه في الكتاب العناصر الاساسيه، وهو يكون كتابه يكتب بايده ويكرر. يعني لو كتبها بايده وكرر لا يمكن تتنسي. اللي انت قلتي لي يذاكر شفوي ولا يكتب؟ لا يكتب العناصر الاساسيه في ورقه كده، وهو بيكتبها بيحفظها وهو يكررها، مش يعني الاثنين، استعانه بالاثنين، الاثنين الكتابه والشفوي، المهم الاثنين، لان في قدره عند طالب يحفظ مش شافه كويس قوي، وفي قدره عند طالب ما يحفظش الا اللي كتبه بايده على قلب الورقه. ابانك احنا كنا كده، ان لما نيجي كنا نخش لاي دكتور ونكتب في الصفحه الشمال، اكتب في الصفحه الشمال انا معايا الكتاب، وبعدين اروح بعد ما اخلص المحاضره ابص للكتاب، ابص ايه العناصر اللي الدكتور سابها لي، اروح حاططها في اليمين، اروح مع حاطط العناصر اللي كان الدكتور بيركز عليها معاها. اما اجي اذاكر العناصر دي باخدش 5 دقايق ولا 10 دقايق، قريت الفصل كله، يبقى انا بذاكر. وبعدين التركيز بيزداد بشكل فظيع قبل الامتحان واثناء الامتحان. يعني تبص تلاقي العيل مركز جدا جدا في الكتاب. التركيز ده بيخليه يحفظ المعلومات، بتثبت المعلومه من ناحيه، بيحفظ معلومات جديده، خدت بالك، بيبدا يديله الثقه في نفسه.
خلي بال حضرتك، والثقه في النفس دي مهمه للغايه طبعا. لان انا لو خب اللي بيخاف من العفريت يطلع له. ايوه ده المساله اللي بدي بقول كده. وفعلا الخوف بيأثر طبعا. لان الخوف بيأثر على الاخر، بيخلي العقل. طب انا بقى يعني ازاي اقدر اتغلب على الخوف ده؟ وازاي اقدر ازيد من ثقه نفس الطالب؟ بما ان حضرتك قلت العناصر لازم تكون مكتمله، ولازم يكون من البيت والبيئه الصحيه والكلام ده كله، البيئه الاجتماعيه طبعا. فازاي ممكن اقدر ان انا اتغلب على الخوف ده؟ اولا اول حاجه اللي بنقول على المسانده الاجتماعيه، الاب والام، انت يا ابني انت ذاكرت وانت كنت كل بتاع حصل، انت كويس ان انت خدت بالك، ما تخافش. انت اكد ان انت ادام انت ذاكرت وانت واثق من نفسك. ثقه الام دي وثقه الام الاول، ما اقولش ما اقولش الاب، الام الاول طبعا. وبعدين الاب يبقى يجي بعدها بشويه، معلش او خدت بالك، لكن الام ثم الام ثم الام، وبعدين يجي بعد الاب بعد ما. بس انا اختلف مع حضرتك، انا بحس ان التربيه لازم تكون من الاثنين، يعني لازم يكون في تجاوب ما بين الاثنين، مش فكره ان الام هي اللي تربي بس. يعني انت عاوزه بقى الجد بقى انا عايزه الجد بجد الجد في الموضوع ده. احنا في بعض النظريات العلميه بتقول ايه؟ بتقول ان احنا خلي بالك ان الاولاد يميلوا للامهات، الاولاد الذكور في السن الصغير. اما يكون انا عندي اولاد في سن صغيره والبنات تميل للاباء، اب ايه رايك لو الاب قال قاعد مع البنت اعملي كذا وذاكري كذا ودي كذا وهي، والحل اهو ادي واحده. والام جت للولد وقالت له ايه رايك المعلومات بتكون اكثر تثبيتا واكثر استرجاعا، اكثر بقول في العلم عندنا استرجاع وتذكر، استرجاع المعلومات وتذكر المعلومات واسترجاعها اكثر عندما يكون كل طرف مهتم بالطرف الاخر. وبعدين طبعا. الاب يجي بدور بتاع الاب للبنات للاولاد ثانوي، ودور الام للبنات ثانوي طبعا. هنا لازم بصي المشاركه، احنا بنقول مشاركه، ولازم الحوار، ولازم يكلمه، ولازم يتفاهم معاه، وبعدين يتفاهم معاه بلغته، مش يتفاهم معاه بعقل الراجل. يعني جه ابني تيجي تقول له مثلا 220 في 313 يبقى لا، ما ينفعش ما ينفع ده، ما ينفعش العيال صغيره لا ده انت عاوز ايه؟ ده بص ده انت هتبقى ممتاز وهتبقى زي فلان الفلاني، وتدي له مثلا هو بيحب مين؟ خلي بالك الحب ده هو جوهر الوجود طبعا. بدون الحب بصي لا يمكن الطالب هيقدر يحل من غير الحب، لازم نحب. في مين اللي بيحبه من امثله الاعلى؟ الله انا متاكده ان انت هتبقى زي فلان الفلان بالظبط. ايوه تعرفي عملت له مثل دلوقتي في عندنا في دوافع اوليه ودوافع ثانوي. الدوافع الداخليه، الدوافع الاوليه بتبقى دافع قوي جدا ان يحقق كل الرغبات عشان يبقى زي المثل الاعلى ده، خدت بالك؟ يبقى في مثل اعلى بنستفيد بيه في التعليم، الام بنستفيد بيها، الاب بنستفيد بيها، الاساتذه لازم يكونوا في اخر خطوة. انا بطلب بقى الاساتذه بقى الاساتذه سواء في المدارس وكان، يعني انتوا دول اولادنا وخلي بالكم. وبعدين انا ليا ماده وما لازم يكون في ضمير شويه كمان، في عاوز ضمير، والماده دي كذا ما عقدش للواد. انا بقول له ثلاث اربع اسئله وخمس اسئله بيجيبوا الماده، اما نقول له الاربع خمس اسئله عشان يعرف يجاوب، علشان يقدر يديني، عشان يقدر يقيس قدرته، عشان الواد اللي ذاكر يطلع من الاوائل، اللي ما ذاكرش يطلع تحت شويه، ما يبقاش في غيره من الطلبه بعضهم. دكتور سمير عبد الفتاح استاذ علم النفس، لازم يكون لنا لقاء ثاني يا فندم ونتكلم فيه اكتر عن الحوار لازم يكون ما بين الاباء والولاد باذن كمان. الله اشكرك يا فندم، ننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا.